بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المعروف، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وذريته وزواره في الدارين، آمين. الوجه الخامس حول الحديث 42، حديث تخفيف الصلاة، المروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس فيه دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال، والوقت عاملين لنا مشكلة الجماعة إياهم، لازم يحطوا يخلوا الستات في أماكن بعيدة بحيث لا يروا حتى الصفوف ولا متابعة الإمام، وهذه غير السنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نحن في زمن فتنة، وننصح النساء إذا أتوا المساجد أن يتحلوا بزي المسلمات المحترمات، وأن يكون مدخل خاص للنساء، هذه نصائح لابد منها لتغير الزمان وقلة العفة في هذا الزمان. فاحنا برضو عاذرينهم الجماعة اللي هم بيخلوا الستات يخشوا بعيد لقلة العفة في هذا الزمان ولكثرة الفتن، ولكن في نفس الوقت مش عايزين نترك السنة، لأن كيف تدخل في مكان بعيد ولا ترى الصفوف وتصلي وتأتم، فعايزين إيه؟ يعني نراعي السنة من الجهتين، نراعي إن احنا بقينا في زمن فتنة، فمنعمل مثلا مدخل خاص للنساء إذا أمكن واتسع المكان، وإن لم يتسع يبقى نراعي إن لو لقينا نساء داخلين نتأخر، ولو لقينا نساء والنساء لو لقوا رجال خارجين يتأخروا شوي، لكن لا يزحموا البعض في مدخل واحد، بالإضافة لإننا نعمل ستارة لا بأس، ولكن تكون الستارة مشبكة أو شفافة بحيث يقدروا يشوفوا الصفوف، عشان لو الإمام سجد سجدة تلاوة يدركوا، لو الإمام سهى يدركوا، لو الإمام سجد سجدة سهو يدركه. وبعدين الواحدة من دول بتخش أثناء الصلاة مش عارفة الإمام قاعد ولا راكع، ولا هو بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، هي سمع كده، طب الله أكبر دي بتاعت إيه؟ رفع من السجود، ولا رفع من السجود للقيام، ولا رفع من السجود للقعود، ولا هوية من الإيه؟ من القيام إلى الركوع، تتلخبط تعرفش، لازم تبص تشوف الصفوف، فلا تبقى في ستارة لا بأس يبقى في ستارة، لكن ما تكونش ستارة كثيفة كخط برليف، لأن الحكاية مش حرب، فتبقى إيه؟ شفافة، أو مثلا تكون فيها فراغات يعني شبيكة كده بحيث أن يقدروا يدركوا من خلال. وأنا لا أعتقد أن إحنا في زمان الناس بتدخل الجامع مخصوص عشان تبص للستات، يعني ستات موجودين في كل حتة، يعني مش في الجامع بس، فاللي عايز يبص للستات مش هيجي الجامع اصلا، فيعني ما ايه ما نحبكهاش قوي زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت ما تتسبش كده، يعني تراعى الاداب وكل حاجه. وبعدين المراه المنتقبه لما تيجي تصلي في المسجد ساعه الصلاه تشيل النقاب، لانه من مكروهات الصلاه ان تصلي مغطيه وجهها، فلا ترتكب المكروه، ما حدش هيبص عليها اصلا، لانه كل الرجاله مدين لهم قفاها، إلا إذا كان هؤلاء الرجال أولياء فيروا من خلفهم كما يروا من أمامهم، وهؤلاء غير موجودين، ودي كانت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم.
فدي دليل على ان النساء كانوا يصلين خلف الرجال في مسجد النبي بلا ساتر وبلا جدار، وكان النبي ممكن يبني جدار ويبني ساتر ويعمل كل حاجه، الامكانيات موجوده، شويه طوب يرصهم فوق بعض وبقت جدار، لكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل برضو على ان النساء ياتين بالصبيان الى المسجد لان يسمع بكاء الصبي، يعني مع ناس العيال قاعدة بتلعب كويس في مسجد النبي كده، يجوا في آخر الجامع العيال قاعدة بتلعب والأمهات قاعدة بتصلي، ما يجراش حاجة. في ناس بقى إيه، يشوف العيال في المسجد كأنه شاف كلب نجس يجري وراهم بالعصاية. طب ليه؟ ما هو برضه هو إتيان الطفل وهو في المسجد ده بيتعلم، بيتعلم بالتدريج وهو طفل صغير، يسمع كلمة بتلزق في مخه على فكرة ما بينساهاش، وانت قاعد تدي الدرس قاعد يطالع يلعب وسامع كلمة كلمة في كلمة في كلمة على مدى ما هو صغير، على يوصل 10 سنين عرف أحكام كتير، لأن العيال تلقط بسرعة أسرع من الكبير، يعني خطرين. يعني أنا فاكر آية بنت دي كانت عيلة صغيرة كده بتلعب في قايتباي أيام ما كنت بدي دروس فقه في قايتباي، كانت لسه ما دخلتش المدرسة، فمرة لقيتها بتصلي مش مغطية رجلها، احنا شافعية لازم المرأة تغطي رجلها تلبس شراب تعمل حاجة او يكون الثوب مغطي ساتر واصل للأرض، فبقولها ليه يا بنتي ما بتلبسيش تغطي رجلها، قالت لي اصلا انا بصلي على المذهب التاني لان انا كنت بقول ان عند الاحناف ينفع كده. شوف لقطتها وهي عيلة صغيرة، فيعني العيال تلقط، الخلاصة ان العيال بتلقط، فما نمنعهمش من المسجد. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجيب يخلي الأطفال تيجي المسجد ليه؟ لأنه بيربي رجالة، الراجل ده مش بيتربى فجأة، ده بيتربى منذ الصغر، بتغرس فيه المعاني ويشوف الرجال الكبار إزاي بيوقروا المسجد ويوقروا الإمام وإزاي يصطفوا صفوف، كل ده تعليم ليه، بحيث لما يجي يصلي بقى يصلي عارف الأداب جاهز. الطفل الرسول صلى الله عليه وسلم جنبوا صبيانكم والمساجد، في نهي أهو، إيه الصبيان اللي هم بيبولوا على روحهم ينجسوا المسجد او جايبه من غير بامبرز، يقوم العيل يدهو للجامع، او يكون العيل عنده دقيق واسهال تجيبه يتآية على ارض المسجد ينجسه، يبقى او مجنون، عيل عنده مرض نفسي مجنون عنده هياج كده يخش يضرب في العيال يعني يصوت، لا في عيال بتبقى عندها امراض نسأل الله السلامة لنا ولهم، فيبقى جنبه صبيانكم المساجد، يعني ان لم يحترموا المسجد ايه من حيث انهم لا يلوثون المسجد بالنجاسه ولا يؤذون غيرهم اذا كان عندهم بعض الامراض، انما لو الصبي بلغ درجه انه يتحكم في نفسه بولا وغائطا ونظيف وامه منظفاه يجي المسجد يصلي مع الناس ركعه ويجري شويه ويرجع تاني يكمل ركعه، اهو قاعد بيتعلم ما يجراش حاجه، ولو كان اكبر شويه بيكمل الصلاه للاخر، ويمكن ربنا يقبل صلاتنا من أجل ضعفائنا على فكرة، يمكن ربنا بيقبل صلاتنا من أجل ضعفائنا. بعض المشايخ العواجيز اللي جايين بيتهادوا وبيبذل مجهود عشان يوصل الجماعة وحريص بالرغم مرضه وعنده العذر، الأطفال اللي جاية دي، النساء اللي جايين وهم وراهم بيوتهم وراهم وقائمين في البيوت كأنهم مرابطين في تربية النشأ والأطفال والحاجات دي، كل دول مجاهدين وكل دول ضعفاء، ربنا بيقبل يمكن صلاتنا عشان ضعفائنا. حتى في صلاة الاستسقاء يسن للإمام أن يصلي صلاة الاستسقاء في الخلاء ويجيب البهائم كمان خلفهم، يعني يبقى الإمام والرجال والأطفال والنساء والبهائم كله جعان عطشان كلهم بيطلبوا من رب العالمين، يقوموا في صلاة الاستسقاء البهائم قاعدة بتجعر جعانة عطشانة والأطفال بتعيط عايزين نشرب يا ماما، والنساء رخرين في بيوتهم بيقاسوا الويل مش لاقيين مية ومش لاقيين، والرجال في مزارعهم مش لاقيين مية. ودي شفت انت قضية ومشكلة الصومال الآن لما حصل جفاف الشعب جاع، الناس بتموت من الجوع، لما مجرد بس ان المطر اتأخر وحصل جفاف ما طلعش زرع خلاص نضيع يعني. فمن السنة في صلاة الاستسقاء ان ايه يجمع كل دول علشان تظهر الضعف، ومش كده وبس، والامام ما يلبس كمان الثياب الجديدة، يلبس ثيابه القديمة المقطعة كمان عشان كل ده اظهار للفقر،
الافتقار الى الله. يعني انت وانت طالع لصلاة العيد تلبس احسن ثياب، طب وانت طالع لصلاة الاستسقاء تجيب الجلابية القديمة خالص اللي هي مش مكوية، اللي هي مكشكشة ومكرمشة، ومش كده وبس، وتلبس كمان العباية بالمقلوب من شدة عجلك، عارف انت لما تبقى متعجل تقوم تجر هدومك كده وتروح حاططها على كتفك وتجري، مش دريان بقى توضأ. كل دي آداب عند صلاة الاستسقاء، كل ده لإظهار العجز والضعف لعل الله يقبل فيرفع. فهمت بقى؟ كل دي من حكم الشرع الشريف، كلما أظهرت ضعفك لمولاك قواك، كلما أظهرت فقرك أغناك، كلما أظهرت جهلك علمك، كلما أظهرت عجزك أقدرك. كن بصفات عبوديتك متحققة وبصفات ربوبيته متعلقة. مش هي دي الحكم بيقول كده العطائية؟ فيبقى فيه دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال، لكن اليوم ذلك ممنوع. في زمنه بقى بيقول لك ايه، يرى ان هو ممنوع لان النساء الظاهر تبهرجوا قوي في زمن، هم لو شاف الزمن بتاعنا. لكن يبدو ان من كثرة البهرجة لما استمرت سنوات طويلة اصبحت لا تلفت نظر الرجال. مش معنى كده اننا بنشجعها، لا، متملي الواحد. يعني المسلمين اللي عايشين في اوروبا ما طول النهار شايفين الستات في الشوارع، ده بيقبلوا بعض في الشوارع وفي محطات المترو نايمين جنب بعض، والحكايه يعني سبهلل، واخد بالك؟ في اوروبا المسلمين اللي عايشين في اوروبا يقول لك الحاجات دي كلها لا تلفت انتباهنا، ولا كاننا شايفين حاجه من كتر ما هو شافها، يعني حتى ما تلفتش انتباه ولا تثير فيه اي غريزه. فيمكن في الزمن بتاعنا ده، في زمن سيدنا أبي جمرة كان التحول ظاهر فكان الناس متضايقة. دلوقتي يعني ده الستات اللي بيجوا الجامع هم يعني يمكن إيه، يعني أفضل النساء في هذا الزمن اللي هم مثلا بيجوا الجامع علشان حريصات إن هم يجوا يصلوا ولا بتاع. لكن برضو لابد إن المرأة تحاول وتحافظ على مظهرها الإسلامي وألا تختلط وألا يعني إيه تتزاحم مع الرجال، وألا كمان بقدر الإمكان تلقي سؤال بصوت مسموع أمام النساء. أيام الصحابة كانوا بيعملوا كده، الصحابة كان جيل مؤدب، كان جيل عنده كل الأدب. وإن كنا قرينا حديث الصبح في صحيح في سنن النسائي إن كانت في امرأة شديدة الجمال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي خلف الصفوف، فكان بعض الصحابة اللي يغلب عليهم العفة يصلوا متقدمين علشان يبعدوا عن صفوف النساء ما يشوفوهاش، وبعض الصحابة الشباب بقى ينقوا الصفوف المتأخرة فما يركعوا يبصوا لها من تحت بطن. الحديث في النساء كده. فنزلت الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني راقبوني أيها المسلمون. طب ما هو النبي كان ممكن يقول للست الجميلة دي ما تجيش الجامع وخلاص وتحلل، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان كل الامور كده واضحه وانت راقب ربك، راقب ربك يا مسلم، عشان لما تتعرض لاي فتنه في المسجد في الشارع في الشغل في العمل في اي حاجه تبقى جاهز انك انت مراقب ربك. فدي كانت تربيه نبويه برضه، مش الحكايه قهر كله قفل قفل قفل، ده الممنوع جدا مرغوب جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في تربيته موازن الامور، يريد انه يربي الانسان انه حر، انه يمتنع بحريته بكامل ارادته عن محرمات الله، مش بحكم الحاكم وقهر القاهر. طب ما هو لو ربنا عايز قهر ما هو القاهر فوق عباد، ان نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت اعناقهم لا خاضعين، مش ربنا قال كده؟ لكن ربنا ما شاءش كده، ربنا شاء انك انت تقبل اليه بارادتك وباختيارك وبحبك، وتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى في رقابة داخلية، فالنبي بيربي الرقابة الداخلية. لكن اليوم ذلك ممنوع، ومنع ذلك من زمن الخلفاء، يعني من أيام سيدنا عمر ابتدى بره سيدنا عمر عايز يمنع نسائه من الصلاة، وبعدين إيه، عارف حديث الرسول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقام سيدنا عمر انتظر مراته زوجته ايه في الضلمه بعد صلاه الفجر، وقف في ناصيه كده ضلمه وهي ماشيه،
قام قال لها كده. فقامت راحت رجعت البيت قالت له والله فسد الزمان يا عمر، انا مش هروح اصلي الفجر تاني. قال لها مش قلت لك صلي في بيتك احسن. فدي يعني ايه نوع من الحاجات اللي بيعملها سيدنا عمر بلطف سيدنا عمر وطريقه ايه معالجته للامور بدون ما يخالف النبي. هو قال لها قالت له الحديث سكت لا روح. فعايز يبين لها فساد الزمان فعمل لها اللي هو خايف يتعمل فيه، فقال على عينك يا تاجر احسن. فيبقى ايه لما الزمان يفسد لازم تنشا احكام جديده تناسب هذا الزمان. ومما روي في ذلك الوقت قول عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. وإن كنت أنا بقى يعني لي فهم آخر، وستنا عائشة دي أمنا رضي الله عنها، النبي عرضت عليه أحوال أمته ليوم القيامة لم يخفى عليه التغيرات اللي هتحصل، وبالرغم من ذلك قال لا تمنعوا إماء الله من المساجد. واخد بالك؟ أصل بيقول لو علم النبي، لا النبي عرف، ده النبي كشفت عليه كل حاجة. فده اجتهاد من ستنا عائشة قد يكون مخالف للواقع، ما يدرش يعني كله، قد يجتهد الإنسان ويكون غاب عنه أدلة أخرى. فإحنا عندنا دليل أن النبي عرضت عليه أعمال أمته إلى يوم القيامة، مش أعمال أمته بس، ما سوف يكون حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بما فيها أحوال حتى الكفار عرضت عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك كان قيده الشارع ويقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا إذا انتشرت الفتنة فامنعوهن. هو النبي مش كان ممكن يقول كده؟ كان ممكن يقول كده، لا ما قالش كده. وتأخير البيان عن وقت الحاجة محال في حقه صلى الله عليه وسلم. يبقى اجتهاد العلماء في هذا المسألة قابل للمناقشة، لأنه هنا ما فيش حديث نص عن النبي امنعوهم، ده اللي نص عن النبي لا تمنعوهم. الباقي اجتهاد من سيدنا عمر، اجتهاد من سيدنا عائشة، أفراد من الأمة ليسوا مبلغين عن شرع الله، فاهمين لشرع الله فقط، ولكن قد يكون الفهم مطابق وقد يكون الفهم له دليل إيه يخالفه، وإحنا نمشي مع الدليل. والنبي هو قول اللي يعاد إليه في كل حال، فلست أنت ملزما باجتهاد أحد، ما فيش واحد ملزم باجتهاد أحد، بل الأمة كلها يعني أوسع من اجتهاد المجتهد، وشرع الله أوسع من إيه من فهم فاهم. لكن لا بأس أنك أنت تنسب القول لقائله ويبين لك ستنا عائشة كيف كانت حريصة على أدب النساء، وأن النساء إن لم يتأدبن بأدب الشرع الشريف عليهن أن يحرمن من حضور مجالس الخير. فإذا حرموا من مجالس الخير يقوموا يتأدبوا، لأن دي عقوبة، يقوموا يتأدبوا، فيمكن نوع من التربية تريدها ستنا عائشة رضي الله عنها، وهي أمنا بتربي نساء المؤمنات لأن هي الأم النساء دي. لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. وقول زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنها لما امتنعت من الخروج إلى المسجد فسألها عن ذلك فقالت فسد الناس، وأقرها عمر على ذلك، فجاء فعلها رضي الله عنها على مقتضى هذا الحديث الذي نحن بسبيله، لأنها تركت الأكمل في صلاتها وهو الخروج إلى المسجد للعلة الواردة وهي ما ذكرته من فساد الناس، فدل على أنهم رجالا ونساء أعرف بأحكام الله تعالى منا، وهم الذين استعملوا الأحاديث والآية على ما هي عليه بغير زيادة ولا نقص. ويبقى نستنتج من هذا إن المرأة لو خرجت للمسجد وفي نيتها أي شيء آخر غير الصلاة، لملاقات رجل مثلا، أو لأنها مثلا تريد إن هي يعني تفعل شيء لا يليق، من يبقى ده حرام في حقها وتراقب نفسها. إنما التي تخرج إلى المسجد بالأدب ولا تريد إلا الصلاة ولا ينهزها إلا الصلاة وتراعي هذا، يبقى لا تمنع. يبقى كأن المرء في هذا الأمر حكمه حسب ما ينظر لنفسه. إن كان ينظر لنفسه إن هو بيفعل ذلك لا لله ولأشياء أخرى لشهوة نفسه، فعليه أن يعاقب نفسه بأن يمتنع حتى تزول هذه الشهوة من نفسه ثم بعد ذلك. أو إذا كانت المرأة بترى إن هي ما بتصلي في المسجد الفلاني ده في شهوة معينة بتحققها في نفسها
يبقى نغير المسجد ده ونروح المسجد التاني، تروح حي اخر. لان احنا في زمن الجهل ده برضو، لو منعت النساء ان يجوا المسجد هيتعلموا احكام دينهم منين؟ كان زمان الرجال كلهم علماء، فحتى لو امتنعت من المسجد زوجها هيعلمها احكام الحيض والنفاس والصلاه والزكاه والصيام وغير. كان معظم الناس علماء وحافظين القران وعارفين. انما الوقت لو منعتها ده يمكن جوزها ما يعرفش نواقض الوضوء، هيعلمها ازاي؟ فقلت له ايه نواقض الوضوء؟ يقول لك، يقعد يفكر كده يقول لك لو الانسان دخل دوره الميه، يعني لو دخل دوره الميه وطلع كده وما عملش حاجه يبقى اتخذ وضوء؟ يقول لا لا يعني لا لا يعني، يعني لو تبول لا مؤاخذة يعني، لو يعني يعني لا مؤاخذة لو تبرز، يعني البول والغائط فقط هو الذي ينقض الوضوء بس كده. والله انا عملت الامتحان ده لدكاتره واحنا قاعدين، فكل واحد يقعد يفكر، ما فكرش في مره انه يتعلم ايه نواقض الوضوء من ساعه ما دخل الحضانه وقالتها له الابله في الحضانه. هو خلاص شبتت في مخه ان نواقض الوضوء حاجه، درجه ان في احد الناس كان متصور ان خروج الريح لا ينقض الوضوء. يقول لك لا ده البراز بس. قلت له يعني الامساك والاسهال، ولا يعني الامساك ممكن يبقى والاسهال هو اللي وحش شويه؟ يقول لي اضحكوا، ما ينفعش، اصل احكام الدين ما تبقاش كده، لازم تتاخد بدقه وبوضوح. طب هل القيء ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ مبحث لازم افكر فيه واحل المشكله. طب هل الجرح وسيالين الدم ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟ طب ولو حصل اعمل ايه؟ كل دي مباحث لازم اسالها لنفسي وازاي احلها. طب وايه هي النجاسات اللي لازم احترز منها وتبقى في ثوبي او في مكان الصلاه ما اصليش فيها وانضفها، وكيفيه التطهر من النجاسه، وايه هي العوره وايه سترها وايه شروط صحه الصلاه؟ كل دي حقائق بتغيب على كثير من الناس للاسف. طب والنوم حكمه مع الوضوء، هل النوم ينقض الوضوء مطلقا ولا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولا ينقض احيانا ولا ينقض احيانا على حسب وضع النائم، ولا على حسب درجه النوم ثقيل او خفيف؟ كل دي مباحث اقعد ابحث. هل لمس الذكر ولمس الدبر بالكف ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ طب واذا كان ينقض هل يبقى دبري وفرجي فقط؟ طب فرجي الغير كطبيب يكشف، كامراه بتغير لابنها، كممرضه بتغير لمريض، مش ممكن تلمس يعني فرج غيرها؟ ممكن. طب هل ينقض وضوءها ولا لا ينقض؟ كل دي مباحث نقعد نبحث فيها ونتعلم ديننا ونشوف آراء المذاهب ودليل ده ودليل ده عشان أبقى عارف ماشي بعبد الله على بصيرة. ما أقولش أنا ربي وصلي وصوم وأزكي وأتوضى 40 سنة ويتضح لي إن أنا كنت بعمل حاجات خطأ تفسد عبادتي، ليه؟ ما يصحش. وإحنا في بلاد مسلمين الحمد لله ربنا أكرمنا، مولودين مسلمين من آباء مسلمين من أجداد مسلمين من أجداد مسلمين، دي نعمة كبيرة. ده الصحابة كانوا بيحسدونا عليها، إن إيه؟ لأن الصحابة ما جربوهاش، الصحابة اتولدوا من آباء كفار ومروا بمرحلة كانوا كفار وبعدين دخلوا في الإسلام، فكانوا يفرحوا بأولادهم أول اتولدوا في الإسلام، بيعتبروهم يعني ليهم فضيلة زائدة، من صغره اتولد مسلم رضع من مسلمة. فإحنا الحمد لله مش جيل واحد، ده إحنا جيل ورا جيل ورا، يعني ربنا كرمنا كرم كبير. فما يصحش إننا نكفر بهذه النعمة وإيه ونتعلم كل حاجة إلا أمور ديننا. طب ليه يتعلم ياخد CDL وياخد مش عارف ايه شهادات ايه وياخد دورات ايه ويعمل ايه عشان يملى CV بتاعه؟ تخ تخ تخ، يوم ما يقدم في اي وظيفه يتاخد. طب ما انت برضه متقدم في وظيفه في المسجد عبد لله طائع لله، ايه CV بتاعك بقى اللي بتقدمه لربك؟ تعرف انت احكام الوضوء؟ عارف مش عارف اللي هي الحاجات البسيطه؟ ما هو كل المسلمين لازم بيصلوا، كل المسلمين لازم يتوضوا، فلازم الواحد يتعامل مع الله انه يعظم شرع الله. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الوجه السادس فيه دليل على جواز دخول الصبي الصغير المسجد، ويعارضنا قوله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. وجمع الصبيان مع المجانين دليل الصبيان غير المميزين اللي هم بيأذوا بعضهم ويأذوا نفسه، او يكون عنده مرض نفسي بيعمل حاجات مضطربه يشبه المجنون. ويسوغ الجمع بينهما بان نمنع دخولهم في غير الصلاه
ونجيز دخولهم في أوقات الصلاة من أجل الضرورة. هو الشيخ سيدنا أبي جمرة يريد أن يمسك العصاية من الوسط، فيقول خلاص يبقى علشان نعمل نمنعهم في غير وقت الصلاة، لكن وقت الصلاة لضرورة أن النساء يحضرن الصلاة يبقى معلش نتجاوز شوية ونسيبهم ونستحمل وقت الصلاة لحد ما يضوى لضرورة أداء الصلاة. الوجه السابع فيه دليل لمذهب مالك في الأخذ بسد الذريعة، يؤخذ ذلك من قول مخافة أن تفتن أمه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء الصبي عجل في الصلاة وخففها، وكان يريد أن يطولها مخافة أن، يعني احتياط، يعني بإيه؟ يعني بيسد الذرائع، يعني بيتجنب أنه يقع في محظور أشد. يقوم يفعل من المباح ما لا ينبني عليه في المآل الوقوع في ضرر. فإن كان هناك مباح ينبني عليه في المآل الوقوع في ضرر يمنع هذا المباح. أدي معنى سد الذريعة. يبقى لو أمر مباح ينبني عليه في المآل يعني في المستقبل الوقوع في ضرر، يبقى المباح ده بلاش تعمله، مع أنه أصله مباح. طب وليه بلاش تعمله؟ يقول لك لأن ده سد للذريعة قد يوقعك في المحظور. وعشان كده لمن يدعي أن التدخين حلال مباح، وهذا رأي فاسد، لمن يدعي نقول له برضو ما تدخنش حتى لو في اعتقادك أنه مباح. كويس. ليه؟ لأنه في المآل يؤدي إلى الأمراض والضرر، ومش كده وبس، ويفتح باب الإدمان. لا يوجد مدمن إلا يكون مدخن أولا. وروح كده عيادات علاج الإدمان وتفرج على الطوابير، لا يوجد واحد واقف في طابور علاج الإدمان إلا وكان مدخنا أولا. فالتدخين مفتاح، لأنه إيه؟ يطلع على الحشيش، ويطلع على إيه؟ الهروين، ويطلع على الحاجات. لازم يبقى مدخن الأول. هات لي واحد كده بيشرب خمرة إلا ومدخن، لازم يبقى مدخن. هات لي واحد كده بيشرب أفيون ولا بيتعاطى أي حاجات اللي هي البنج والحاجات اللي طالعة دي والحاجات اللي لسه هتطلع وما نعرفهاش، إلا لازم يبقى مدخن الأول. فلو حتى جدلا أن التدخين مباح إلا أنه يؤدي إلى المحرم في المآل، يبقى بسدا للذريعة ممنوع. شفت إزاي بقى؟ أدي تفكير الفقيه. ولكن هو الحقيقة أن التدخين في ذاته حرام، ده من حيث الاجتهاد المصيب في هذا الزمن، هو في ذاته كده حرام. لكن أنا بقول لك كيفية، إن حتى لو فكرت بتفكير الفقيه برضو هتمتنع عن فعل التدخين ولو كان مباحا، لأنه يؤدي في المآل إلى المحرم إن لم يكن هو محرم في ذاته. واضح؟ آدي معناه سد الذريعة. وسد الذريعة لازم تبقى الذريعة محتملة، دي نقطة مهمة برضو، لازم تبقى الذريعة محتملة الوقوع، محتملة الوقوع أو وقعت بالفعل. واضح؟ يبقى لازم إيه؟ تكون الذريعة محتملة. ودي نقطة مهمة. ليه؟ في سيدنا عيسى بن مريم ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن إن سيدنا عيسى بن مريم عبد من دون الله، مش كده برضو؟ عبد من دون الله. أصل هم عندهم إيه؟ يقول لك ما ربنا بيحيي ويميت، هو أحيا الموتى، مش كده برضو؟ خلاص يبقى ده ربنا. يقوم ربنا مع سيدنا عيسى بن مريم يقول إيه؟ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، شوف بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا، بإذني تاني مرة، بإذني، وإذ تبرئ الأكمى والأبرص، بإذني، وتخرج الموتى، بإذني. الله أربعة بإذني. طب وليه؟ واخد بالك؟
والخمسة كمان بإذن يجي. طيب ليه؟ لأن هنا سيدنا عيسى كان ما جاءت معجزات في يدي كانت ذريعة لأن يعبد من دون الله، فربنا كرر بإذن 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 لسد الذريعة. طيب سيدنا إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قال بإذني، قال بإذني، ولا مرة قال بإذن، مع أنه بيحيي الموتى برضه. طب ليه ما قالش في إبراهيم؟ لأن ما فيش ذريعة أنه هيعبد من دون الله، سيدنا إبراهيم مش هيعبد من دون الله، فما فيش ذريعة فما استدش، مش كده برضه؟ بنقول الكلام ده ليه مقدمة؟ الناس اللي تقول لهم وقروا النبي وحبوا النبي وقولوا سيدنا وامدحوا النبي يقول لك كده ذريعة، لا ما فيش داعي، لحسن نعبد النبي. طب هل هناك ذريعة لعبادة النبي؟ النبي قال ما الشرك أخاف عليكم، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، فلا ذريعة أصلا للامتناع عن الإسراف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من مدح النبي، لأن النبي لن يعبد من دون الله، فما فيش ذريعة عشان أسدها. اللي هو يقول لك بلاش الشرك الشرك الشرك، طب ويا أمة النبي هتشرك؟ هو النبي قال لهم ما الشرك أخف عليكم، كل شوية يقول لك ده شرك شرك شرك، وقت يعملون ده شرك، درجة الواحد خايف يمسك الكوباري لا تطلع مسك الكوباري شرك، عشان طويلة كده شوية لحسن تعتمد عليها من دون الله، أصلا طويل. هو ده اسمه كلام، كلام اللي بتقولوه ده كلام فارغ، لأن الأمة النبي أخبر قال ما الشرك أخف عليكم، فلا يوجد ذريعة عندنا. فيقول لك أصل بعمل كده سدا للذريعة. ذريعة إيه يا أستاذ؟ والنبي قال إن في ذريعة، قال إن الأمة هتشرك في آخر الزمان، فأنت تعالى يا أيها الوهابي وقف كده حارس على العقائد الناس حتى لا يقعوا في الشرك، ولا قال ما الشرك أخاف عليكم؟ قال ما الشرك أخاف عليكم، ففي ذريعة، فكيف تسد ذريعة غير موجودة؟ فهمتني؟ سيدنا محمد عشان لن يعبد من دون الله أصلا، ربنا جاب آية لو نزلت في التوراة والإنجيل لكانوا عبدوا سيدنا محمد وسيدنا موسى، لكن قال الآية دي وما قالهاش في حق النبي أبدا، قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيه؟ الله. الله ده دي حجة، لو كان سيدنا محمد ممكن يظن أنه إله لكانت الآية دي دليل، لأنه ولكن الله يعلم أن سيدنا محمد لن يعبد من دون الله، فجابها وما قالش حاجة، ما قالش حاجة، لما جابها ما قالش، ما نوهش على حاجة بعدها، لحسن تبقى شرك ولا حاجة، يا بتاع لحسن، ما كل شوية يقولك أصل لحسن مش عارف إيه، والله أنت اتلحست يا أيها الملحوس، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منتظر في المستقبل إنه يعبد من دون الله، ده عبد الله ورسوله كده من أول ما ظهر لحد ما الناس تبعث يوم القيامة، ده مش كده هو استقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي واستغيثه مستجاب. فهمت؟ يبقى احنا نسد الذرائع عندما تكون الذرائع محتمله. الذريعه مش محتمله خلاص، امنع ليه مباح والذريعه غير موجوده، يبقى كده بتحرم ما احل الله، ومن حل من حرم ما احل الله وقع في المحظور، لانه عمل دين جديد، لأن لا تحريم إلا بتشريع ولا تشريع إلا بوحي، والوحي انتهى، فإزاي تحرم حاجة ما حرمهاش الشرع؟ زي ما بيحرموا زيارة الأولية، فهمتني إزاي؟ طب إزاي تحرم زيارة الأولية؟ دول الموتى، والنبي سن لنا زيارة الموتى وقال إن زيارة الموتى بتثير إيه؟ العظة والتذكر والزهد في الدنيا، ومش كده وبس، وكان النبي يدعو عند قبور المسلمين، لأن الدعاء عند قبور المسلمين مستجاب، ده كان النبي يروح البقيع ويدعي لنفسه، بقى النبي دعوته مستجابة في كل مكان، ده يروح البقيع ويدعي لنفسه، لأن الدعوة مستجابة عند قبور المسلمين، مش كان النبي ما بيروح عند قبور المسلمين يقول إيه؟ السلام عليكم دار المؤمنين أنتم اللهم اغفر لنا ولهم، هو بيدعي لنفسه، يبقى الدعاء عند القبور سنة شرعية فعلها النبي، ولا ذريعة تقول أصل هتعبد، تعبد إيه؟ فهمت بقى؟ شفت بقى إن سد الذرائع ده ليه فقه، مش أي ذريعة أنت تتوهمها وتيجي في بالك تبقى ذريعة شرعية، لا انظر الشرع حذر منها أم لا،
هل تقع في المستقبل أم لا؟ ما هو النبي أخبرنا بما يقع في المستقبل كمان. من أجل هذا حصل حوار لطيف بين سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري وابن تيمية، كانوا معاصرين لبعض. ابن تيمية استدعوا قضاة الشريعة من الشام عشان يحققوا معه في مصر، لأن كانت مصر والشام حاكمهم واحد. كويس. هو في الشام عمل شوية مشاكل وابتدى بقى إيه يثير بعض المشاكل المخالفة لإجماع الأمة من حيث الفكر العقائدي ومن حيث بعض فروع الفقه، كإيه؟ كعدم وقوع طلاق المرأة إذا طلقت حال حيضها، يقول لك لا يقع، والأمة على مر العصور يقول لك يقع مع الاسم ويسموه طلاق بدعي. فخالف الأمة في أمور في الفروع وأمور في الأصول، كفهم صفات الله على الظاهر بدون إيه حملها على معنى مجازي أو شيء من هذا، وعدم التفويض المطلق بل يحملها على الظاهر أولا ثم يفوض التكييف، ولكن يحملها على الظاهر أولا. فالظاهر أولا فيه تشبيه وفوض التكييف، والأمة تفوض التشبيه والتكييف. فهمت بقى؟ فلما خالف الأمة في هذه المسائل استدعوا قضاة الشريعة، تعال هاتوا في مصر هنا نحقق معاه. فهم في فترة التحقيق كان بيصلي في الأزهر الشريف، فقابلوا مين؟ سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري بيصلي جنبه، أمناقشه مناقشة لطيفة كده، يقول له لما تمنع من شد الرحال إلى زيارة قبر النبي؟ خالف الأمة برضو ومنع شد الرحال لزيارة قبر النبي. فسيدنا أحمد بن عطاء الله بيقول له لما تمنع الناس من شد الرحال لزيارة قبر النبي؟ قال لذريعة أن يعبد من دون الله. قال وهل كل ذريعة معتبرة؟ إن كان الأمر كذلك لمنعنا الناس من زراعة العنب مخافة أن يتخذ خمرا، ولا أمرنا الشباب الذين لا يجدون الزواج بالاختصاء مخافة أن يقعوا في الزنا. فماذا تقول؟ فسكت. شفت الحوار اللطيف؟ وبعدين قال له السلام عليكم وعليكم السلام، بس تمنوا ماشي. هو كان سيدنا أحمد بن عطاء الله ده كان عالم أزهري كبير، بإضافة إنه راجل صوفي ولي، فهو فاهم إزاي يناقش العلماء يعني. فعني بيقول له أنت خالفت الإجماع في ذريعة متوهمة لا وجود لها في الواقع، فإن كان كل ذريعة متوهمة يمنع منها لا منعنا أي شاب ما عندوش استطاعة للزواج نجيبه ونخصيه. ليه؟ ما خافت أن يقع في الزنا. طب وهل النبي فعل ذلك؟ ده بل بالعكس، ده النبي نهى عن الإخصاء والاغتصاب، مش كده؟ وأمر الشباب أن يغضوا أبصارهم إن لم يستطيعوا الزواج، وأن يصوموا ويكثروا من الصيام، وأن ينشغلوا في طاعة الله ويستعفوا حتى يفتح الله عليهم ويغنيهم. لكن قال لهم اغتصوا؟ ما قال لهم. هل منع النبي من صناعة من زراعة العنب والعنب يتخذ خمرا؟ هل هذه الزريعة معتبرة؟ شفت الردود اللطيفة؟ يبقى فقه سد الذرائع ده فقه كبير واسع لا يخوض فيه إلا فقيه. مش كل واحد يتوهم زريعة يمنع الناس من المباح أو من المستحب مخافة الوقوع في الحرام المتوهم عنده. واضح؟ فدي نقطة مهمة تاخد بالك منها لأنها غابت على كثير من الناس. وفيه دليل لمذهب مالك في الأخذ بسد الذريعة، يؤخذ ذلك من قوله مخافة أن تفتن أمه وقد لا تقع منها فتنة. فلما كان الأمر محتملا أخذ عليه الصلاة والسلام بالأحوط وهو سد الذريعة. الوجه الثامن فيه دليل على أن الفكرة في الصلاة في الأمر إذا وقع وهو فيها أنه جائز، ودي بشارة للأمة. يعني أنت ممكن أنت بتصلي يجي بالك حاجة، تفكر مثلا في مشكلة أنت متعرض ليها بتاع، وتقعد كمان إيه تناقش نفسك فيها إيه الحل وأنت شغال في الصلاة. الحمد لله. ما النبي برضو انشغل ببكاء الصبي وباحتمال أن الأم تفتن، فأخذ قرار تخفيف الصلاة
بعدما كان يريد إطالتها. أهو في حديث حصل في نفس النبي، وصلاة النبي أكمل الصلوات. فدي بشارة إن الحديث النفس إن كان لمصلحة الصلاة يبقى كمال في الصلاة، وإن كان في غير مصلحة الصلاة لا يبطلها ولكن يقلل الخشوع. كل ده فقه جاي من الحوار النفسي اللي جاء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فغير خطته من إطالة الصلاة إلى تخفيف الصلاة، لأنه سمع بكاء الصبي وأنه بنى على بكاء الصبي احتمال أن تفتن الأم. فيه دليل على أن الفكرة في الصلاة في الأمر إذا وقع وهو فيها أنه جائز، يؤخذ ذلك من قوله ليسمع بكاء الصبي فيخفف، لا يسمع بكاء الصبي فيخفف، لأن سمعه له ونظر له فكرة في الأمر ليس من الصلاة، إلا أنه يلزم فيه أن يكون يسيرا لا يخل بالصلاة، يؤخذ ذلك من قوله ولا أتم، فلو كان مما يشغله عن الصلاة ما أتمها. الوجه التاسع، فيه دليل على جواز النظر في حكم من الأحكام إذا احتيج إليه وإن كان في العبادة والعمل إن أمكن، مع إبقاء العبادة دون نقص من واجبها، يؤخذ ذلك من تقصير عليه الصلاة والسلام الصلاة من أجل بكاء الصبي. يعني ممكن الحكم يخففه الحاكم من أجل أمور طرأت. النبي في الصلاة غالب أحواله يحب الإطالة، حكم صلاة النبي الإطالة، فلما لقى أن الإطالة حينبني عليها مفسدة محتملة أم خفف غير الحكم. يبقى تغيير الحكم من أجل طروء شيء متعلق بالمكلف هو ده الفقه الإسلامي، إنما ثبات الحكم هو ده ليس فقه، بل الحكم يختلف باختلاف حال المكلف. وده كل ده رد على الناس اللي بتعيب على مفتي الجمهورية إنه كان بيقول كذا ولما بقى مفتي قال كذا، ويقول لك هو شرع الله يتغير. شرع الله بيتغير بتغير احكام المكلف. شفت الجهله؟ يقول لك هو شرع الله يتغير، هو احكام الله بتتغير، شوف حكام السلطه، شوف عباد السلطه، شوف مش عارف ايه، يقعدوا يشنعوا، ويجيب لك تسجيل بصوته بيقول حكم وتسجيل تاني وهو مفتي بيقول حكم مخالف، وهي امور فرعيه. طب لما يتغير حال المكلف يتغير الحكم. فإن لم تجد ماء فإيه؟ فتيمم. الأصل في الحكم إن أنا أتوضأ. طب اتغير الحال مفيش مية، أو المية موجودة وأنا مريض، لو استعملت المية هتمرضني أكتر، يتغير حكم يوم ما تيمم وصلي، مش كده برضه؟ يبقى الغير الحكم يتغير بتغير حال المكلف. فهمت بقى إزاي؟ شفت بقى الجهلة؟ يقول لك شوف المفتي قال كذا، طب افرض المفتي قال كذا في الوقت ده وكانش عنده أدلة كافية صورة أوسع للمسألة، فلما مر عليه زمان صار أكثر نضجا وأكثر نظرة للأمور، واتضحت له مسائل أخرى وأدلة أخرى، وبممارسة هذا الأمر انبنى عليه محظورات، فغير الحكم تغير الاجتهاد لتغير الأحوال. ده بالعكس، ده دليل فقه، ده تغيير الفتوى دليل فقه المفتي، لكن عدم تغيير الفتوى مع تغير الحال ده دليل تجمد هذا الإنسان وجهله بالأحكام الشرعية. الإمام الشافعي لما جاء مصر مش غير مذهبه وعمل المذهب الجديد، لأن جات له أدلة جديدة وجاله أسلوب فكري تاني، وهو الليث بن سعد كان ليه قواعد تانية لفتت انتباهه لطرق استنباط أخرى، ومش كده وبس، وسمع مرويات أهل مصر وكانت غايبة عنه، كان سمع مرويات أهل الحجاز ومرويات أهل الكوفة والعراق ومرويات أهل اليمن، لما جاء مصر سمع مرويات أهل مصر وشاف واقع مختلف كمان في أهل مصر، عادات مختلفة، طبائع مختلفة، أساليب حياة مختلفة، فغير اجتهاده وغير مذهبه في فروع كثيرة. يبقى تغير الفتوى دليل فقه الفقيه، بخلاف ما يدعي الجهلة على النت. تدخل كده على مواقع الوهابية قاعدين يهاجموا الدكتور علي جمعة عشان غير فتوته وغير فتوته وغير فتوته. فهمت بقى ازاي؟ طب ما يغير فتوته، ده تغير الفتوى دليل على انه دائم الاجتهاد، وان كل ما بيجتهد ويتضح له حاجة بيقول رأيه،
وان هو يبتغي وجه الله. ده هو بقى لو هو اصلا بيبتغي وجه الناس يقول لك لا مش هغير رايي، لحسن يكونوا مسجلين لي الفتوى القديمه وبعدين بعد كده اقول كده، يقول لك ده بيغير رايه. لا، ده هو بقى بيبتغي وجه الله ويقول اللي يقولوه، ده في صفه وليس ضده. تفهم الحاجات دي ازاي؟ تفهمها لما تدرس ازاي المفتي بيفتي وازاي المفتي بيفكر وازاي ان هو تغير حال المكلف يؤدي الى تغير الحكم الشرعي. كل دي احكام لازم نراعيها في شرع الله. شرع الله ثابت بنسبته لله، متغير بنسبته للمكلف. فيقول لك شرع الله يتغير؟ ما يتغيرش عند الله، لكن تتغير الاحكام عند المكلف لتغير احوال المكلف. فالله لا يتغير والمكلف يتغير. وعلشان كده ايه هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتداء او التخيير او الوضع. شوف ادي حكم الشرع تعريفه كده في الاصول. الحكم الشرعي هو ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق في تعلقه بافعال المكلفين. طب والمكلف افعالها احواله متغيره، يبقى هيتغير. يعني من خلال التعريف تعرف ان الحكم هيتغير. خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتداء اللي هو الوجوب، او التخيير اللي هو الاباحه، او الندب اللي هو الاستحباب، كويس، او الوضع بجعل الشيء شرطا وبجمع الشيء سببا. يعني خلى حركه الشمس شرط لدخول وقت الصلاه، ده حكم شرعي. الشمس لو وصلت للحته الفلانيه يبقى الظهر، هنا يبقى عصر، كده مغرب، كده فجر، كده عشاء. ده يبقى ربط اوقات الصلاه لحركه الفلك، حركه الشمس. يبقى ده اسمه حكم وضعي مش متعلق بالمكلف، بل المكلف يجب عليه ان يراقب هذا حتى يتكلف ويقوم ويراعي شرع الله. ادي معنى تعريف حكم. يبقى دول لا درسوا اصول ولا درسوا فقه ولا احترموا علماء الامه، ويدعوا ان هم بدؤونهم كده ان هم علماء. ويتضح من خلال لما تخش في طريقه تفاصيل ما يكتبونه يتضح لك انهم جهله، مش مدركين الواقع ولا عارفين العلم كيف يؤخذ والفتوى كيف تقال، وكيف أن المفتي إذا اجتهد وبان له خطأ في الاجتهاد الأول عليه أن يستمر على الاجتهاد الجديد، ولا يمنعه اجتهاد الأول أن يغير إلى اجتهاده الجديد. ودي كمان إيه؟ نصيحة سيدنا عمر بيقولها لسيدنا أبي عبيدة بن الجراح: لا يمنعك حياءك من الناس أن تغير الحكم إذا طرأ لك دليل جديد. بيعلمه، لأن ما الواحد يستحي يقول لك لو أنا هغير كلمتي بقى ولا إيه. هو شغل إيه بس؟ شغل عصبجية بلطجية، فما ينفعش. شرع الله إحنا الإنسان بقدر الإمكان يتحرى، وفي الآخر يتحرى ويقول إيه؟ الله أعلم، بتواضع كده. أنا أرى كذا والله أعلم. خد بالك يقول أنا أرى كذا، ما يقولش الله يقول كذا، ما ينسبهاش لله. ده يقول أنا أرى كذا، يعني أنا أفهم كذا، لكن ما يقولش إيه. حتى الإمام مالك لما تقرأ في كلامه يقول لك إيه: وأكره كذا وأحب كذا. مش يقول لك إيه الله يكره كذا والله يحب كذا، لا، يقول وأنا أكره كذا وأنا أحب كذا، علشان ينسب لنفسه، لأن قد يكون اجتهاده مخالف لمراد الله. تحري. لكن دلوقتي فهموهم بيعتبروه هو ده شرع الله، فهموهم يعتبروه هو ده قول الله. شفت الفرق بين التحري وبين التجرؤ على الله وعلى حكم الله؟ فرق كبير. فالمتحري تلاقيه ينسب القول لنفسه ويقول إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والله أعلم، ويبقى متواضع كده. بعد شوية ما زال هو في الدراسة وما زال بينظر للواقع، يتضح له أدلة أخرى، يتضح له واقع جديد، يبتدي يغير تاني ويقول حكم تاني، وهكذا.
يبقى هو ده مقتضى العلم الشرعي، ان الفتوى تتغير بتغير احوال المكلف، واحوال المكلف قد تتغير باحوال المكلف نفسه او احوال البيئه المحيطه بالمكلف. شوف قد ايه كل ده يغيره. فربنا يعلمنا ويرزقنا احترام علماء الأمة، لأن دي عبادة غائبة في هذا الزمان، احترام علماء الأمة وحسن الظن بهم، لأن أصبح الناس الوقت لا تحترم علماءها ولا تحسن الظن بهم، ودي آفة من الآفات. فيه دليل على جواز النظر في حكم من الأحكام إذا احتيج إليه، وإن كان في العبادة والعمل، إن أمكن مع إبقاء العبادة دون نقص من واجب، يؤخذ ذلك من تقصير عليه السلام الصلاة من أجل بكاء. يبقى النبي غير الحكم أهو، حكم الصلاة دي طويلة، العيل عيط خليها قصير. فهمت بقى إزاي؟ شفت الحكم يتغير إزاي؟ طول عمر الحكم يتغير بتغير أحوال المكلف، طول عمرها كده، إلا لما طلعوا لنا العيال دول اللي مش متعلمين أصول فقه. طب هات واحد فيهم من علمائهم قول له ما هو تعريف حكم الله، يقول لك ايه هو ليه تعريف يا شيخ؟ مش تعريف. طب ما هو تعريف الواجب والفرق بين الواجب والفرض والفرق بين الفاسد والباطل؟ اعمل له امتحان كده شوفه هو فاهم ولا لا. يعني وما هو الفرق بين الشرط والركن وبين السبب والشرط؟ يقول لك ايه يمسك ده، يقول لك الحاجات دي انت قريتها فين؟ تقول له في علم الاصول، يقول لك علم الاصول ده بدع، انا بمشي بالقران والسنه، انتم مبتدعين، ويفوق بقى وبعدين يخش فيا يهاجمني. والله بيقولوا كده، يقول لك علم اصول الفقه طاغوت، طاغوت علم اصول الفقه ده اصول الفهم، اصول الفهم اللي كانت في ذهن الصحابه بها فهم شرع الله، ترجمها الامام الشافعي في سوره قواعد، ادي الحكايه. لكن للاسف نعمل ايه؟ انا بقول لك كده عشان تحذرهم، احذرهم، هم المبتدعون فاحذرهم، وليس علماء الأمة هم المبتدعون كما يدعون. فيه دليل على جواز النظر في حكم من الأحكام إذا احتيج إليه، وإن كان في العبادة والعمل، إن أمكن مع إبقاء العبادة دون نقص من واجبها، يؤخذ ذلك من تقصير عليه الصلاة والسلام من أجل بكاء الصبي وقد دخل على العمل وهو التطويل فيها، فإن تقصير لا عمل من الأعمال ونظر حكم من الأحكام، فاجتمع في ستة أشياء: الالتفات للواقع، يبقى الحكم يتغير بتغير الواقع، كل دي أصول على فكرة. ابن أبي جمرة ده على فكرة عالم أصولي برضه، راجل مالكي أصولي فاهم الأصول، فيقول لك إيه الحكم يتغير للالتفات للواقع، يبقى تغير الواقع يغير الحكم، والفكرة في الحكم إنه ابتدى يجتهد، لما تغير الواقع ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، تغير الواقع ده هينبني عليه مفسدة يؤدي ان انا اغير الحكم، ولا مش هينبني عليه مفسدة فلا التفت اليه، يعني ذريعة معتبرة ولا ذريعة غير معتبرة، كل دي طريقة تفكير الفقيه بالتم. فهمت؟ يبقى الالتفات للواقع والفكرة في الحكم والعمل الممكن فيها اللي هو القرار بقى العملي بناء على تغير الواقع، والاجتهاد والنظر في المآلات، لأن النبي نظر في المآلات مخافة أن تفتن أمه، يعني في المآل في المستقبل، يبقى النبي بنظر في المآلات وربطها بالواقع وعرضها على الشرع الشريف، فإن تم مخالفة غير الحكم حتى لا يقع في المخالفة. هذه طريقة إيه؟ فقه الفقيه. يعرفوا هم التفاصيل دي كلها؟ ما يعرفوهاش، لأن ما درسوش علم الأصول ولا جلسوا عند العلماء يعلموه. والرابع حق الغير، انك انت تقدم حق الغير على حق نفسك. النبي قرة عينه في الصلاة ما بيشبعش منها، فالنبي قدم حق الغير على حق نفسه، ام هو داخل الصلاة وعايز يطولها مش شبعان من يوم يسمع بكاء الصبي، يوم يتنازل عن حقه للغير
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. شفت جمال النبي بقى وجمال الإنسان اللي فاهم عن النبي، ما يبقاش أناني بيعمل مصلحته بس، لا ده بيراعي الناس التانية، يراعي الناس التانية. والرابع حق الغير، والخامس سد الذريعة مخافة أن تفتن أمه، لأن ذريعة متوقعة. أي أم تسمع بكاء ابنها لابد قلبها إيه؟ يتخطف، مش كده برضو؟ فدي ذريعة متوقعة واقعة ومعروفة ومجربة، مش حاجة متوهمة زي الجماعة إياهم. والسادس حمل القوي على ما يقتضيه حمل الضعيف، إن الضعيف يبقى سيد القوي. هنا الصبي عيل بيعيط عايز حد يطبطب عليه، واللي بيطبطب عليه بيصلي انت حبسه وراك، يبقى مين اللي يحكم في طول الصلاة؟ الصبي ده. الضعيف ده هو ده اللي هيحملنا، فهم؟ يبقى الضعيف سيد القوم، هو اللي يحدد سرعة الركب، وهو اللي يحدد متى تنتهي العبادة زي الصبي هنا. والسادس حمل القوي على ما يقتضيه حمل الضعيف إذا كان في الأمر متلازمين، إذا كانوا مع بعض. يعني أنت مسافر ومعك واحد ضعيف مريض، تمشي بسرعة المريض ولا تجري وتخليه يجري وراك وبعدين قلبه يقف يموت وتستريح منه؟ ما ينفعش، تمشي بسرعة المريض. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم سيروا بسير أضعفكم صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب على قولنا هل كانت تلك الحالة دائمة أم لا، فالجواب أنها لم تكن دائم. حالة التخفيف في الصلاة يعني عادة النبي المستقرة ولا مش هي الدائمة؟ قال لك لا، دي غالبا أنها مش الدائمة، وإن كان قد أشرنا إلى ذلك عند تبيين أحوالهم ولم يكن ذلك موضعه، وإنما وصف الحال أحوج إليه. وهنا أذكر الدليل على عدم دوام ذلك فيكون في موضعه، والأول يقويه اللي هو في الوجه الأول يعني، وهو أيضا يصدقه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكل ما هو في الأمور حق فهو يصدق بعضه بعضا، فإن الشبه بينهما من أجل أن الحق فيه ألا يتغير. فالدليل على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن ما من سورة في القرآن إلا وقد صلى صلى الله عليه وسلم بها في الصلاة، ما في السورة في القرآن إلا والنبي صلى بها، والنبي لما يفتتح سورة يختمها، ما كانش زينا كده يقسم سورة الأنعام على 6 ركعات والناس تقول له طول، لا أبدا، النبي لو دخل في الأنعام يخلص وبعدين يركع، دخل في البقرة يخلص وبعدين يركع. ودي عادته المستقرة، كان لا يقرأ بعض سورة صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل في سورة أتمها، وما في السورة إلا والنبي صلى بيها. يبقى النبي صلى بالبقرة وصلى بالأعراف وصلى بآل عمران وصلى بالتوبة، كل دي في ركعات، ركعة ركعة ركعة، شفت قد ايه بقى؟ يبقى عادة النبي المستقرة انه كان بيطول، وان التخفيف كان لطارئ ولعجز ولضعف ترى فيغير، واضح؟ كما هو معلوم الطوال من الصور والقصار وما بين ذلك، فدل ذلك على ما قلنا وترتب على هذا من الفقه العلم بسعة السنة، لأنه لو لم يفعل هو صلى الله عليه وسلم ذلك كان الناس يتحرون الذي كان هو صلى الله عليه وسلم يفعله. ما لو ما عملش كده النبي أصر أحيانا وطول أحيانا، لكان الناس إما تطول على طول يتأثر على طول، واللي يطول على طول ولا يراعي أحوال الناس مش السنة، واللي أثر على طول مش السنة برضه. بل السنة انك انت تطول احيانا وتقصر احيانا مراعاة لحال الناس. والله تعالى اعلى واعلم، ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا الوجه 10 و11. وجزاكم الله خيرا.